السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تكرار الوحدة الزخرفية الهندسية على الأسطح المتنوعة، وهنا في هذا الفيديو إن شاء الله بنتعرف على طريقة تكرار الوحدة الزخرفية الهندسية بشكل منتظم وعمل إطار زخرفي لهذه اللوحة اللي أمامنا على خامة الفلين. هذا السطح مختلف عن الورق اللي هو سطح الفلين. هنشوف مع بعض طريقة عمل هذا الفيديو، وإذا أعجبكم إن شاء الله لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة وأيضا تفعيل الجرس. هنتعرف على الأدوات. عندنا هنا المسطرة، الغراء أو الصم، بعد كده عندنا ألوان في المسطر، أي نوع عادي، هذا نوع مثلا وهذا نوع آخر، أي نوع منهم يصلح عادي. عندي مقص، المقص هذا لونه هستخدم، لو أنا هعمل الشكل بتاعي على ورق هستخدم المقص. طيب لو هعمله على فلين مثلا زي ما أنا هعمل الآن هستخدم فيه المشرط. عندي ورق شفاف زي هذا كده بيبقى في المكتبات بالشكل هذا، يكون خفيف كده واسمه ورق شفاف. عندي طبعا انا قصيت هنا قطعة من الورق الشفاف، هي دي اللي احتاجها. عندي ايضا ورق عادي، ده في حالة ان انا هعمل الاطار على الورق العادي او ان انا هعمل الوحدة في البداية، هرسم الوحدة بتاعتي هنا في البداية على الورق. هذه اللوحة اللي انا هعمل لها الاطار، وهعمل على الفلين هذا الاطار اللي انا هسويه. يبقى أول شيء هنجيب اللوحة اللي أنا هعملها هنا وهضعها كده على الفلينة، وأنا طبعا هثبتها من الخلف. فهعمل الأول خط كده بالقلم الرصاص، هخططها الأول بالقلم الرصاص عشان أنا أظبطها كده في المسافة مظبوط، مسافتها تكون مظبوطة، وهبدأ أحدد كده شايفين بالقلم الرصاص كده. هنا كده زي ما احنا شايفين اهو، اصبح هنا عندي المكان هذا هو الاطار اللي انا هعمل عليه الوحدات الزخرفية الخاصة بي. طيب في حالة ان انا هقصها فلازم ان انا لو هثبت اللوحة من الخلف يبقى هترك مسافة كده للتثبيت، لأن هذه المسافة هي اللي هيثبت عليها جزء من اللوحة اللي عندي، فبترك مسافة هنا كده. ده كده أنا هقص من الخلف، يبقى هترك مسافة كده تقريبا نص سنتي في كل اتجاه. انا كده قصيت اللوحة، لو انا هركب هذه من الخلف هتكون كده الشكل اللي احنا شايفينه هذا، وطبعا الاشكال الزخرفية اللي هعملها في فوق هنا على هذا. فنبدأ مع بعض نرسم الوحدة الزخرفية في الورقة. عندي ورقة هنا اهي، اول شيء بجيب بعرف الاول عرض هنا كام سنتي، احنا هعتبره 3 سنتي. شايفين هنا الرقم من اول هنا الى هنا كام؟ 3 سنتي. فهنعمل مربع عرضه 3، هنختار شكل المربع وهنعمل المربع الخاص بنا 3 سنتي في 3 سنتي الى 3، واقسمه نصفين كده، اعمل عنده نقطة عند النصف 1.5. هنا ايضا احاول اخلي الزوايا قائمة 3 سنتي عند رقم 3، اوقف واقسم نصفين ايضا نقطة كده بس. هنا ايضا 3 سنتي ونقطة هنا، وبالتالي هنا ايضا هيكون كام؟ 3 سنتي. وهنا عند النصف
يبقى هذه الوحدة اللي أنا هستخدمها. بعد كده بوصل النقاط هذه ببعضها كده، أهم شيء رسم الوحدة في البداية. استخدام المسطرة، ونوصل هذه بقى بها. طبعا الوحدة احنا تعلمناها، تعلمنا رسمها في المرة الماضية. بعد كده هنا هقسم هذا نصفين، كل واحد من دول نصفين ايضا، يعني مثلا هذا يكون كم سنتي؟ 2، يبقى نصفها 1. هنا 1. مجرد ما عملنا الوحدة وظبطناها خلاص الباقي كله سهل. هنا ايضا 1 سنتي. هبدأ هنا هعمل شكل مربع من النقطة هذه الى النقطة هذه، اهي هوصل كده، وايضا هنا هوصل خطين دول ببعض، وايضا سويت هنا شكل مربع. هنا ممكن هنعمل شكل قوس كده، هنا ايضا قوس اخر، هنا قوس، وهنا نفس القوس. هنا ممكن نرسم دائرة نعملها بخط، لو عندك اي شيء بنفس الحجم هذا، او انك تعمل دائرة باستخدام البرشل او يدك كده. انا كده عملت الوحدة. بعد كده ببدأ استخدم ورق شفاف اللي هي الورقة هذه، شايفين كده؟ طبعا هبدأ ارسمها بنفس كهذا. بعد كده ببدأ اجيب المربع الخاص بي اهو، شايفين بضعه هنا كده، واترك مسافة صغيرة من هنا ومن هنا، وهبدأ اضغط عليه على الخطوط. طلع عندي اهو، انا بس ممكن احدد الخط الخارجي فقط، وبعد كده الباقي واضح اساسا عندي، شايفينه هنا كده، اقدر ارسم عليه وانا فاهم الوحدة اللي انا عملتها. اقلبها على الجهة الثانية تظبط معايا، بس عشان اضع المربع هذا جنب هذا، اترك القليل وابدأ ارسم المربع اللي بعد كده. كده انا انتهيت من رسم الوحدة. عندنا بعد كده ممكن باستخدام الورق اللي زي هذا اشوف كده الوحدة الاساسية هلونها باي طريقة. ممكن الون هذا اخضر مثلا، وضع خطة بس للالوان، الون هذا اخضر، يبقى هذا اخضر وهذا اخضر وهذا اخضر.
كده احنا انتهينا من عمل الاطار الزخرفي. هجيب اللوحة هنا، طبعا المفروض هثبتها من الخلف عشان يبقى حقيقي شكلها يكون بالشكل هذا. فهجيب الصمغ او استخدم مسدس الشمع على حسب، وهبدأ اصمغ هنا من الخلف كده. طبعا عامل لها ايضا هنا كده تحديد اهي عشان اظبط عليها. وبكده اصبحت عندي اللوحة بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه هذا. اذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة، وايضا لا تنسوا تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.